تمام. اليوم راح نسوي كنافة على السريع، فبالبداية راح نحتاج جدر، وبهذا الجدر راح أحط كوب ماء الشكر. عمود نسوي الشيرة، الشيرة اللي نحتاجها لازم تكون خفيفة مو ثقيلة، فهذا كوب شكر، وراح أحط عليها من نفس الكوب اللي نستخدمه للشكر كوب ونص مي، فهذا كوب وهذا النص، وراح أحط هيك شوية عصرة مال ليمونة، وطبعا هيل عمود يعطيها طعم طيب. وهسه شنو؟ أحركها هيك شوية على مود بس الشكر يمتزج ويا المي، نقدر هيك نظل نحرك فيه لحد ما الشكر يذوب وبعدين نحطه على النار عادي. هسه شنو مو هيك حركته الشكر؟ هسه راح نحطها على النار كل شويه وتحركوها على مود تخاف الشكر يركض. اول ما تبدي تفور تحسبون 5 دقائق وتطفوها، وبعدين تخلوها تبرد، هي راح تصير شيره تمام. اوكي تمام، شوفوا هسه وين حطيناها؟ حطيناها على النار، بس تبدي تفور نحسب 5 دقائق ونطفيها. تمام، هسه عندي شعريه مال كنافه، قاعد تشوفون انا استخدم من هذا النوع. شلونها؟ أنا شعرية مال كنافة ما أجمدها وأكسرها، لا، من أسويها بهذا النوع أبقيها هيجي شعيرات طويلة عمود تعطي شكل أحلى، أوكي؟ فبس هيجي قاعد أفتحها لأن كانت بالكيس فمكبوسة شوي. تمام، هسا شنو؟ إحنا مو راح ندهن أول شيء الصينية، فبالبداية لازم هماتين الموع دهن، تقدرون تستخدمون زيت عادي، أنا راح أستخدم زبدة وراح أستخدم زيت جنة لأن يعطي طعم كلش طيب، وأستخدم زيت عادي، أوكي؟ تقدرون تستخدمون دهن حر عمود يعطي طعم طيب. فهسا راح أموع زبد ودهن كمية مناسبة. تمام، هسه ورا ما ذوبت الزبد والدهن وشويه زيت، شوفوا الكميه. اول شيء هسه هاي الصينيه وراح نحط عليها كميه من الزيت لازم، بهذا الشكل نترسها زيت. شوفوا ورا ما حطيت بالصينيه زيت، شوفوا هاي اول شيء حطيت هيك اللي جوا، نحركها بهاي الجهه عمود كل الاماكن يصير بيها زيت. هسه شنو؟ اجيب هاي الشعريه نبدا ننثرها بشكل متساوي على الصينيه كلها، بهذا الشكل ناخذ كميه. تمام، شوفوا هسه حطينا بيها كميه زينه، اهم شيء انه يكون بعيد عن السطح الجو عمود، من نحط الجبن هنا ما يسيح ويوصل لجوا ويحترق. هسه شنو؟ بكعبيه الكلاس ونضغطها على مود تنضغط كلها بشكل متساوي بهذا الشكل. هسه ورا ما ضغطناها بهذا الشكل راح شويه نحط هيك عليها زيت على الوجه، لان احنا حطينا اللي جوا، بس هذا الفوق هم يعني راد له شويه زيت، هيك بالخاشوقه نوزع عليها زيت بهذا الشكل على كل الحواف. هسه الخطوه المهمه اللي هي الجبن، فراح نحط عليها جبن، راح استخدم جبن موتزاريلا، طبعا هذا جبن الموتزاريلا بيه شويه ملوحه، لازم شويه بيه ملوحه عمود يعطي طعم كلش طيب، ونوزعه بهذا الشكل بس ما نخليه يوصل للاطراف. تمام، هسه ورا ما حطيت الجبن بهذا الشكل وقاعد تشوفون حطيته بعيد عن الاطراف، هسه راح نجي الطبقه الثانيه مالت الكنافه وننشرها هماتين على الوجه بنفس الشكل. تمام، شوفوا نشرتها بهذا الشكل، وطبعا الكميه اللي فوق نحطها شويه اقل من الجوة، اهم شيء هسه نكبس الاطراف بهذا الشكل ونحرك ونكبسها على مود اي جبن من الاطراف ما راح يطلع هذا الشكل. شنو الخطوه الاخيره؟ نحط عليها زيت كلها، اهم شيء على مود كل الشعريه هذه تاخذ زيت. تمام، وهسه ورا ما حطينا الدهن من فوق، هسه انا مشغل الطباخ من جوا وراح نسويها اول شيء من جوا. تمام، فهسه الطباخ على نار ناصيه وراح نبدا نحطها بهذا الشكل ونحرك هيجي على كيف كلش الحد. تمام، هسه هاي تقريبا ورا 3 دقائق، شلون تعرفوها بدات تصير؟ تشيلوها تحركوها هيجي راح تبدي تتحرك كلها قطعه كامله، قاعد تشوفون؟ قاعد تتحرك كلها قطعه كامله، فهاي الحاله معناها خلصت من جوا. هسه على مود نسدو الفوق اكو طريقتين، يا اما نجيب صينيه اكبر من هاي ونقلبها ونرجع نفس الحركه نحركها على الصفاح، يا اما صراحه ادخلها اني للفرن بس من فوق واظل اراقب لحد ما هذا يصير لونه اشقر اطلعها وتصير. تمام، وهسه طلعتها من الفرن تقريبا اخذت 3 دقائق او 4 على نار هاديه لحد ما تشوفون هاي اللي فوق باعوا صارت هيك مثل مقرمشه، معناها شويه استوت، اوكي؟ هسه شنو؟ ادي هذا الماعون وراح احطها عليها وراح اقلبها. تمام، فبهذا الشكل ونقلب ونحطها هنا. تمام، شوفوا من قلبتها شلون صارت؟ هم زين، هذا اللي انا مستخدمه ما حطيته هواي من النص كان احترقت، لان هاي دير بالكم من عندها، بس هم زين انا حسبتها صح. هسه شنو؟ وهي حاره نجيب الشيره ونديرها عليها بهذا الشكل. اوه، قاعد تشوفوها شلون الدخان قاعد يطلع؟ بهذا الشكل. كيف ونترسها شيره. هسه طبعا اخر شيء الخطوه التقليديه انه رشيتش عليها مكسرات دقيتها بالهاون. اوكي، فهسه نقسمها، نسوي هنا بهذا الشكل، اعتقد هنا بهذا الشكل، وهنا بهذا الشكل.
شلون قاعد نجربها. شوفوها مليانة جبن هنا بالنص، طعمها رهيب. بس هيك هاي الكنافة على السريع صارت، ان شاء الله تعجبكم. انا شنو اروح اكمل هذه.